الإعداد للقمة العربية 22 التي بدأت يوم أمس اجتماعاتها التحضيرية في مدينة سرت الليبية تصدر اهتمامات الصحف المصرية. صحيفة اليوم السابع نشرت تصريحات خاصة لحازم خيرت مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، وأكد فيها أن مصر لديها مقترحا هاما سيناقش خلال اجتماعات القمة العربية بخصوص إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، لافتا إلى أن هذا المقترح سبق وأن قدمته مصر أثناء اجتماعات مجلس الجامعة أول شهر مارس الجاري، وستؤكد عليه خلال القمة نظرا لاهتمامها البالغ بهذه القضية. وقد أشار خيرت للصحيفة إلى إصرار مصر على مساواة برنامج إسرائيل النووي بباقي دول المنطقة، ولا تكون إسرائيل عائقا أمام تحقيق الهدف العربي بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.